الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما الشيطان أن أذكره. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فارتدا على آثارهما قصصا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي
تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك قال فإن اتبعتني فلا تسألني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك بعد ذلك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا فانطلقا خرقها. حتى إذا
خلقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا حتى قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لتغرق أغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري فانطلقا 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 حتى
فانطلقا فانطلقا حتى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك فانطلقا 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 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه Jesus.
حتى فأقام
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري وما فعلته عن تأويل ما لم تسطع عليه صبرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
سخرك عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة والملك على أرجائك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي اقرأوا كتابي فأما من أوتي
التابع. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا جميعا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.